السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نظرية اسمها نصل وكام. النظرية دي بتتكلم على ايه؟ ان انا لما اجي افكر في حاجة ادور على اقرب الحلول او ابسط الحلول. على سبيل المثال، لو احنا شغالين في الريبت، تمام، نربط بقى الفلسفة بالبيم والحاجات ديت، حاجة مختفية. انا عديت الحاجات المختفية ليها تقريبا 33 سبب او 34 سبب. افكر في ابسط حاجة، يعني ممكن تكون سبب الاختفاء دوت انها محطوطه على روكس غلط، محطوطه على اوبشن ديزاين غلط، محطوطه على ليها 33 حاله. بس ابسط حاجه ممكن افكر فيها الفي في، تمام. ابدا اشوف الحاجه اللي انا بدور عليها مختفيه ولا لا، تمام. هتلاقي مثلا الوول والتوبوغرافي حسب ايه اللي انت عايز تظهره، تمام. طبعا انت داخل بتدور على حاجه معينه، الوول مختفيه، الحوائط مختفيه وهكذا. طيب بعد دي ايه افكر فيها؟ الفيو رينج، اخش اظبط الفيو رينج بتاعي، تمام. اهو ممكن اقول له مثلا ليفل 2 0. طيب لو في جزء ظاهر وجزء مش ظاهر، دي غالبا الكروب فيو. طيب الناس لو كان بقى بتقول لنا لو كل الحلول دي ما بتجيش، خش بقى في اللي بعده في اللي بعده في اللي بعده. يعني تبدا تبص مثلا على ديزاين اوبشن، هل في ديزاين اوبشن عندك ولا لا؟ لا انا ما عنديش. طب افكر في اللي بعد كده، الورك سيت مش موجوده. طيب اجي على ديت، اتاكد الريفيل هيدنج، الاشجار هي مختفيه، تمام. ابدا اعلم عليهم واقول لهم ان هايد، تمام. واقول له ان هايد مثلا الكاتيجوري دي كلها، فكله ظهر. اللي عليه احمر ده يعني مش هيظهر معايا، تمام. انا كده اظهرت كل الاشجار، تمام. ممكن برضو تظهر ديت، ده الويند باور، المولد بتاع الطاقه من قلب الرياح. ان هايد، تعمل له ان هايد ليهم كلهم زي ما انت عايز. يعني كل مرة بتفكر في حاجة أعمق، بس لازم تبدأ بالحاجة البسيطة خالص. ممكن الحاجة البسيطة دي هي دي تكون الحل الأساسي. يعني أول حاجة تفكر فيها الـ VV، الـ View Range، الـ Chrome View. ممكن تكون حاجة محطوطة على ارتفاع غلط، ممكن تبص في 3D عليها، تبدأ تبص كده هل هي فعلا ظاهرة ولا لأ. ممكن تكون ظاهرة بس في ليفل مختلف. ممكن تكون الحاجه دي مع الفاميلي دي معموله اوتوكاد، فتدخل في الفي بي وتفكر في الامبورت كاتيجوري، تمام، وتتاكد ان العلامه دي موجوده. طبعا لو في اي لوحه اوتوكاد يفضل ان انت تلغيها اثناء ما تشغل على اساس ما تقلقش الموديل والموديل يضرب منها.